اهلا وسهلا فيكم يا اخواني. اللقاء اليوم هو للقاء تعريفي بالنسبه للعلوم زي ما حكى الدكتور جميل الكندي الفلسطيني اللي بالذات مع كيبيك. تم توقيع هذا الاتفاق مع رؤساء مجالس البحث العلمي في كيبيك، مجلس العلوم الاجتماعيه والانسانيه، مجلس العلوم الصحيه والطبيه، ومجلس العلوم الطبيعيه اللي هي نظم فعلوي الهندسه والتكنولوجيا بالاضافه للناتشرال ساينسز. هذول هم الثلاث مجالس بحث في كيبيك. So the chairs of the three councils were in Palestine, we signed with the three of them. So a joint initiative between the majalis and Palestine. Now this, by the way, is a particularly interesting twist to the Palestinian-Quebec Science Bridge. We have in the Palestinian Quebec Science Bridge called the Palestinian-German Science Bridge. The German Bridge is focused on the knowledge. والهندسه ما فيش فيها علوم اجتماعيه وانسانيه وما فيش فيها اكتوالي مدرسه بيرسيت، وبالتالي هذا النطاق اوسع بعض الشيء من بالنسبه للالمان. هلا طبعا رح احكوا عن مجريات الحقائق الامر بالنسبه للجسم والبروسيجرز انا بدي انوه بس لامر معين انه why are we doing this؟ مالنا نازلين فتح جسور مع العالم. Well, this is fundamental to a strategy of the Academy to strengthen international scientific collaboration for real, مهم, and sustainable collaboration. وبالتالي احنا بدأنا في بريج الماني وبريج كندي وفي الطريق بريج فرنسي وبروسي. Major initiatives. والأوتكم المبتغى هو to strengthen the research capacity of our researchers and our research infrastructure and to create again those sustainable collaborative linkages with the world. أهمية هذا الأمر أنه باليستاين is under siege. الإسرائيليين احتلال. يعمل كل ما يمكن من أجل التضييق على الفلسطينيين وحتى في الأكاديمية. كل العالم بيحكي عن الموبيليتي. كل العالم، كل الكون. الموبيليتي الأكاديمية أولموست شيء مقدس طبيعي. شيء كل الموبيليتي للطلاب، للأساتذة، لغيره، إلا لفلسطين. أنا طلع شوي. اطلب أنت ساينتست من أمريكا أو ألمانيا، يو ونت ونا فصل. Absolutely no way. There's no way. How? جيب ساينتست ولا مش أسبوع، جيب يقعد له هون سنة. مستحيل. بينما تروح على التخنيوم بتلاقي 100 عالم الألقي بالمؤمن في كل شيء قاعدين. هلا هذا الشيء مهم، انا لما كنت رئيس حضوري جبت ناس من كورنيل بشكل من كورنيل جددوهم قعدوا للفيزا شهرين ثلاثه وبعدين اعطوهم ثلاث اشهر خرجوا ون واي يعني ما خلوش حترجع. فبالتالي هذا كلام خطير ولفلسطين هنقدم مهم لرئيس هذه الحوادث قد ما نقدر ببناء جسور من هذا النوع. هلا شو الاكاديمي تعمل؟ هذا سؤال مهم، انا لما حضرتكم بقول لهم هو شو قصتكم هذول الجماعه؟ شو يعني هم ما هي جامعه مش وظائف، طيب شو قاعدين بيعملوا؟ مهم. هلا اول شيء الاكاديمي مش كيان مصطنع. في حوالي 150 دوله في العالم فيها ناشونال اكاديميز اوف ساينس عاليه ان شاء الله. يدودها. وبالتالي هاي صرح سيادي. Countries have academies and this is the academy of the state of Palestine. وبهذا المعنى احنا موجودين في كل الشبكات والمنصات العالميه الرسميه للشبكات. كيف احنا مثلا بمجلس حقوق الانسان ولجنه كذا الدوليه واليو ان والاسمبلي كمان في الاكاديميات في انترناشونال بلاتفورم رسميه. And to enter you need to be a state. But the academy is in the seven major networks of international and regional academies.